ضرب زلزال قوي صباح الأحد مجدداً وسط إيطاليا متسبباً بدمار كبير دون إيقاع قتلى. الدفاع المدني الإيطالي أفاد بإصابة نحو 20 شخصاً بجروح طفيفة. هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قالت إن قوة الزلزال بلغت 6.6 ومركزه قرب قرية نورتشا القريبة من مدينة بيروجا في مقاطعة أمبريا. Noi ricostruiremo tutto. Le case, le chiese. سوف نعيد بناء كل شيء، المنازل والكنائس والمنشآت، قال رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي. وأضاف الهوية الأساسية لهذه المناطق الرائعة تقوم على الجمال وقدرتها على الترحيب. قرية نورشيا التي نجت من الزلازل السابقة كانت من أكثر القرى تضررا هذه المرة، فقد تعرضت مبانيها لدمار كبير وانهار بناء كنيستها القديمة التي تعود بعض أجزائها إلى القرن 14، ويعتقد بأنها بنيت في المكان الذي ولد فيه القديس بنديكت، قالت إحدى مواطنات القرية. المهندس كان قد قال لنا إن بإمكاننا العودة إلى منزلنا لأن الكنيسة وبرجها ليسا مهددين بالانهيار. إنه مهندس من الدفاع المدني في بيروجا، لكن مهندسا آخر أخبرنا أن علينا المغادرة، الأمر الذي أنقذ حياتنا. المشاهد الأسوأ كانت من قرية أماتريتشيا المنكوبة التي كانت قد تهدمت بشكل كبير في زلزال آب أغسطس الماضي، ليسوي الزلزال الأخير جميع أبنيتها بالأرض. الخبراء يقولون إن هذا الزلزال هو الأقوى والأوسع انتشاراً الذي يضرب إيطاليا منذ العام 1980.